أيضا فرنسا غير فهم بأنه الميل يمشي بسرعة وصل المرحلة النهائية ديالو لهذا كيتوقع بأنه ميستو غادي يكون آخر مرة وهناك من يقول أنه مازال قرار واحد انتهى الأمر الدليل على ذلك هو شوف الخطاب الملكي اللي تحدث على منطقة أطلسية جديدة منطقة أطلسية أفريقيا وحنا كنعرفو أن السبب ديال المشكل هو المحيط الآن لما كيفوش هذا المشكل التنظيم اللي يخدم عليه أمريكا أخو مشاهد معنا الآن الميل شكرا لنا في فكرة 48 المسيرة الخضراء هي واحد المحطة سنوية من خلالها كل المغرب يقوم بتقييم ماذا أنجزنا وما الذي ينتظرنا. أعتقد أن تحقق قضية الصحراء المغربية على جميع المستويات هو شيء كبير. يكفي كما قلت في الندوة أن نتنياهو أي سنة من إدارة هذا الصراع المفتعل أن حافظنا على اللحمة الوطنية وحافظنا على الوحدة الترابية وهذا في حد ذاته تحدي كبير. اليوم هناك نجاحات كبيرة على المسار الأممي، على المسار التنموي، على المسار الاقتصادي، على مسار تغير البنية التنموية للأقاليم الجنوبية. هذا كله يعزز موقف المغرب دوليا، يعزز موقف المغرب وطنيا، ويصح التعبير يمررنا إلى التمزيل العملي للحكم الذاتي في انتظار أن الأطراف الأخرى يعني تنضج وتتصبح لها الرؤية تقدر أن التحولات اللي عاشها العالم من الحرب الباردة إلى الآن غيرت خريطة العالم، غيرت منطقة تعاطف العالم. وما نحتاجه اليوم هو أن نتكتل، ما نحتاجه اليوم هو أن نبني أوطانا لا أن نفتتها. المواكبة الإعلامية لقضية تطور قضية الصحراء، الهم الآن الهموم والآمال تنصب على مواكبة واعية لهذه القضية. نقترح يعني وعاء أو نقدر يكون مركز أو مرصد لتأطير الإعلاميين لتكوينهم مدهم بالمعلومة، يعني وعاء يضم أكاديميين إعلاميين ولما لا صفات أيضا مسؤولين من أجل مواكبة واعية لتطورات قضية الصحراء، أيضا من أجل إلمام المعلومة الصحيحة والابتعاد عن ما نسميه الكتابة من محبرة واحدة اللي هي فقط القصاصات ديال الوكالة الرسمية. بالنسبة للتضليل الإعلامي للأسف الشديد نظروا في نفس الحلقة وهي حلقة مد الصحافة الوطنية بالمعلومة الدقيقة ليس اكتفاء بالبلاغات والتقارير، يعني مد الإعلامي المغربي باعتباره أحد الجنود في الترافع على القضية الوطنية مد بالمعلومة الدقيقة ومده أيضا ومساعدته في ناحية التعطير كما درنا دابا من السنة تقريبا هذه أربع سنوات من السنة الترافع المدني على قضية الصحراء، لما لا منصة أو مركز كما قلنا للترافع الإعلامي على قضية الصحراء ومجابهة الإعلام تضليل الإعلام الغربي الدولي واللي هو إعلام قوي بلوجستيكه بتمويلاته. بالنسبة للمشاركة ديالكم اليوم في هذه الندوة التي تنظمها جمعية الصحافة، كانت في هذا السياق المشاركة في الندوة كانت في سياق المواكبة الواعية العاقلة لقضية الصحراء بعيدا عن الانفعالات العاطفية والتفاعل العاطفي، خصوصا أن أصبحت الآن قضية رأي عام، قضية مجتمع، لم تعد قضية سياسية حكرا على المسؤولين وصناع القرار، أصبحت الآن في ظل ما نسميه بصحافة المواطن قضية رأي عام، قضية وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق أصبح لزاما على الصحافة الوطنية أن تتسلح بالمعلومة الدقيقة والكباب على المعطيات، على جمع المعطيات التاريخية والتواصل مع الأكاديميين الملمين، منهم السمنار وبقية الأكاديميين الملمين بتفاصيل هذه القضية لمد القارئ الزبون بين قوسين بالمعلومة الصحيحة وللترافع صحيحا عن قضيتنا.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.